23/10/2011 يوم الأحد، بداية الأسبوع الفعلية. طبعا هتبتدي الزحمة في الشوارع، وعدد كبير من المرشحين لسه هيروحوا لغاية بكرة تقريبا الساعة 5. معايا الصحفية المتميزة أمال عويدة، الصحفية في جريدة الأهرام. نهارك سعيد يا شيخ، والله يعني سعداء ان احنا مع بعض النهارده ان شاء الله. عندنا 8 اخبار وانا كمان سعيد طبعا حضرتك، ومشتاق ان نقعد نتناقش في الاخبار الصحفيه. بس سريعا نقول ان احنا عندنا 8 اخبار نقيناهم من عده منشطات مختلفه، من عده جرايد، من جريده الاخبار صفحه 4: مد فتره قبول الترشيح للبرلمان حتى غدا استجابه للاحزاب. الشروق صفحه اولى: تاجيل طلب رد رفعت للجلسة لجلسة 26 ديسمبر يوقف نظر قضية مبارك والعدلي. المصري اليوم صفحة أولى: المحامون يتظاهرون بالأرواب واجتماع قضاة الاستقلال اليوم. الأخبار صفحة 11 اليوم: إعلان تحرير ليبيا من حكم القذافي. الشروق صفحة أولى: تونس تختبر ثورتها اليوم في أول انتخابات بعد بن علي. المصري اليوم صفحة 3: الجهات الأمنية تحدد عدد السجناء المصريين في صفقة أيلام. الأهرام صفحة أولى: عيسوي يستجيب لمطالب أمناء الشرطة وأفراد الأمن بالتدرج الوظيفي وإلغاء المحاكمات العسكرية. المصري اليوم صفحة أولى: وزراء شرف ورجال مبارك في جنازة أنيس منصور. أول خبر معنا أمال، الأخبار صفحة 4: مد فترة قبول الترشيح للبرلمان حتى غدا استجابة للأحزاب. هو تقريبا استجابة لنحو 15 حزمة من الأحزاب الجديدة، وقفت اللجنة العليا للانتخابات إن هي تمد قبول ترشيح للبرلمان لمدة 48 ساعة، تنتهي غدا الـ2/5 مساء. الحقيقة الخبر دوت يعني بنعتبره يعني خطوة حقيقية في ظل الارتباك الحاصل، في ظل الأصوات الجديدة، القوائم اللي بتتعمل، التحالفات، يعني حتى يعني لا نجد حرج من أنه نقرأ مثلا في جورنان زي الدستور أنه حزب الإخوان يخلي دوائر للنور السلفي زي بولاء الدكرور، في تعاون ما بيحصل، في تحالفات بتحصل. بس الغريب في ظل هذا الخبر ان انا اقرا مثلا في المصري اليوم تصريح للاخوان المسلمين اعتقد لعصام العريان بيقول انه احنا تقريبا 65% من الاغلبيه الصامته معانا، وتقريبا احنا هناخد اكثر من 50% من البرلمان. تقرا للنور، حزب النور المتحدث باسم النور يقول لك احنا 30%، فلو حسبت 65% و30% السلفيين 65 و30، 95%، 5% دول بقى ايه؟ مستقلين على ليبراليين، على علمانيين، على مسيحيين، يعني اللي هو احنا كل الشعب كله 5% وهم هياخدوا 95%. طبعا انا بقول لهم يعني رفقا بمصر، يعني نقول انه المساله محتاجه بعض التواضع. وان كان صبحي صالح من الاخوان المسلمين بيقول احنا اللي هنحكم مصر واحنا اللي هناخد الحكومه، سننتظر أن نرى ما سيفعله الإخوان المسلمين. نعم. الحقيقة الانتخابات اللي جاية هي انتخابات تظل مفصلية وهامة جدا في تاريخ مصر. إيه اللي هنشوفه في ظل وجود استخدام للدين زي حزب الحرية والعدالة اللي مستخدم الإسلام هو الحل، النور اللي بيقول إن احنا هنطبق الشريعة الإسلامية، كلها أفكار مطروحة على الشعب المصري، والديمقراطية هي الفائزة في النهاية. أستاذة أمال، أنت مش معايا أو مش حاسة باللي أنا حاسه، إنه عدد كبير من الثورات وعدد كبير من الدول برضو رايحة ناحية ان هم عايزين يبقوا إسلامية؟ بص هقولك حاجة، احنا لن ننكر ان احنا في مجتمع يظل الإسلام فيه هو له الكلمة الغالبة، وهذا امر لا ينكره احد. يعني بغض النظر عن اي اتجاهات او اختلافات او استقلال او تطرفات، في النهاية يظل الإسلام هو دين رسمي للأمة العربية، في ظل وجود نسبة كبيرة نقول تقريبا من 80 إلى 90%. مفيش اختلاف، لكن الجزئية المختلف عليها ان يتم استخدام هذا الدين باعتباره هو السيف على رقاب الجميع. بمعنى انا واشرف عندما نختلف فاحنا بشر، لما اجي انا اختلف مع الشيخ الحويني مثلا فيبقى هو صح وانا غلط مهما هو قال. يعني مثلا هضرب لك مثل صغير جدا، الشيخ الحويني مثلا، انا هضرب لك مثل صغير، الشيخ الحويني مع الامام مع المفتي علي جمعه في حصل ان الشيخ الحويني في احدى خطبه قال انه المفتي ولد ميتا،
اعتبروا المفتي سب وقصف في حقه، فرفع قضية. خرج حوالي في رقم بيقول 10,000 وبين 50,000، وقفوا قدام المحكمة اللي هيتحاكم فيها الحويني بيبكوا وعملوا منصة للخطب ومش عارفة ايه، على اعتبار ان الشيخ الحويني ده امامهم. تمام. انا بقول هل انصر اخاك ظالما او مظلوما تعني ان انا انصر الحويني حتى لو اخطأ في حق المفتي علي جمعة؟ إذا كان إن كان قد أخطأ فمن الطبيعي أنه يعتذر، لكن إذا نظرت لها بوجهة نظر حد سلفي، لا ده شيخي، شيخي ما بيخطئش. نعم. شيخي قال صح، لأنه لا ينطق، يعني استغفر الله العظيم، لا ينطق عن الهوى، بيعتبر أن شيخه هو اللي قاله. بس يعني عشان نكمل الباقي، أنا عندي بس بيت شعر أكمل الشعر اللي حضرتك بتقوليه. أنه في الجرايد وفي اليومين اللي فاتوا دول تصريحات ما بين الإخوان المسلمين وبين السلفيين ضد بعض. من الحقيقة انت مش يعني مش على الاسلام، لا انت انا افهم من الاسلام اكتر منك. بالظبط. فاذا كان الاثنين بيتكلموا دلوقتي مع بعض بهذا الاسلوب، امال هيتكلموا معنا احنا ومع الاقباط؟ ما هي دي المشكله، ما احنا مش بنختلف على انه الاسلام هو الدين عفوا الدين الاساسي في المنطقه العربيه كلها. لكن نختلف عندما يتحول الاسلام الى سيف بيسلطه احد المتحدثين باسمه على رقاب الاخرين. ما هو هي دي المشكله يا اشرف، ان انا لو جيت اختلفت معاك كاشرف هنختلف كبني ادمين. اذا جيت اختلفت مع شيخ يبقى انا اكيد انا المخطئه، لان انا مش لابسه نقاب ولا انا مش لابسه. حضرتك بتقوليه ده سياسيا بقى كدوله المفروض ان احنا بنتعامل بالسياسه، هتطبق ازاي؟ هي دي المشكله اللي تظهر حقيقيه، يعني هنعانيها. نتمنى من الاخوان المسلمين ان هم يظهروا يتكلموا بشكل اكثر وضوحا ازاي، او السلفيين او اي اسلاميين عايزين يحكموا البلد او نفسهم يعملوا ده يتكلموا، بس ناويين يعملوا ازاي، يعني يعيشوا السياسه ازاي والاقتصاد ازاي يعني هو التركيز دلوقتي التركيز على الاسلام هو الحل لطريقه الى الجنه زي السلفيين. طيب يعني خلينا على ارض الواقع في فعلا أكثر. في هدر للوقت في حاجات. مثلا انا هضرب لك بس مثل اخير سريعا لحسن احنا طولنا الخبر ده. لا لا مثل اخير هو هضربه لك بس، اللي هو امبارح او اول امبارح بيختلفوا على الفضائيات، حد من الصوفيين وحد من السلفيين حوالين القذافي شهيد ولا مش شهيد. عارف الوجع قلبي ايه؟ هو احنا هنتكلم باسم ربنا؟ هو راح عند ربنا، ربنا يتصرف معاه بقى، مش احنا هنيجي نقرر مين يدخل الجنه ومين ما يدخلش. الشروق صفحه اولى، تاجيل طلب رد رفعت لجلسه 26 ديسمبر يوقف نظر قضيه مبارك والعدلي. ويمكن الخبر اللي بعديه برضو تابع تقريبا لنفس الموال. المصري اليوم صفحة أولى، المحامون يتظاهرون بالأرواب واجتماع قضاة الاستقلال اليوم. هو بالفعل الخبرين ليهم علاقة ببعض، حتى تبعا للتقرير اللي قاله المستشار الجندي وزير العدل، قال أنه في مندسين وفي تابعين للحزب الوطني ومحامين يعني هم تدخلوا في مسألة تصعيد الخلاف ما بين القضاء وما بين المحامين. الحقيقة المسألة ليها علاقة برضو برد المستشار أحمد رفعت اللي هو محامي قاضي محاكمة مبارك لجلسة 26 ديسمبر. نعم. لأنه في محامين تقدموا بطلب رده، يعني إعفاءه من منصبه كقاضي للمحاكمة، بعد الاعتبارات منها أن هو اشتغل في هيئات حكومية، تم انتدابه في هيئة حكومية، ولأن أخوه عصام الدين رفعت رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي كان في لجنة فيها حسين سالم وكان بتسعر الخدمات في مطار القاهرة. فده يخلي نوع من الشكوك يعني. يعني بس أنا شخصيا أنا كمواطن عادي لن يضرني أنه أخوه كان في لجنة فيها حسين سالم، لكن وبرده فكرة انتدابه إلى جهة حكومية برضو دي فيها عليها كلام، وخاصة ان في حاجة قريتها ان هو كان من ضمن اللجنة، او هو بالفعل كان القاضي اللي دخل في لجنة تأديب المستشار هشام البسطويسي واحمد مكي اللي كانوا معروفين بمعارضتهم للنظام السابق. تمام. اعتقد ان ده كلام كتير هيتحسم بقرار المحكمة في هذا الشأن. عظيم. من الاخبار صفحة 11، اليوم اعلان تحرير ليبيا من حكم القذافي. طبعا اكيد كلنا تابعنا على الفضائيات الحواديت كلها، واللي احنا كنا حتى بنتكلم على جزء منها، هل القذافي شهيد ولا مش شهيد؟ اعتقد انه المساله محسومه، يحكم فيها رب العالمين. نعم. الذي نحكم الذي يحكم فيما كانوا فيه يختلفون. بس هو عموما هو النهارده عندهم احتفاليات، احتفال كبير في بنغازي، وعدد كبير جدا على فكره من الاسر والعائلات جايين من المحافظات التانية هيتجمعوا النهارده احتفالا بانه هو بس يظل في قلبي غصة برغم من هذا الاحتفال، وألف مبروك للشعب الليبي، يعني أعتقد أن احنا كلنا من أهم المناصرين لحريته وديمقراطيته. إلا أن الغصة اللي كان في قلبي أنه التقرير اللي شفته النهاردة في البي بي سي صباحا وقوف توابير عشان إلقاء النظرة الأخيرة على جسد القذافي وابنه المعتصم. الحقيقة أعتقد أنه دي فيها انتهاك كبير لحرمة الموت، بنظل في النهاية يعني شعوب مسلمة متدينة. الناس بيحبوه؟ لا،
للأسف اللي داخلين بموبايلات أهالي شهداء بالفعل في تنظيم للمسألة وفي في يعني في ناس حراس للمكان بس أعتقد إنه لا تليق أبدا في النهاية بعد تأكدنا إنه قذافي وبعد ما تم القبض عليه وشوفنا الفيديو اللي يتعلق بمسألة إنه هو يا رب اتقتل ولا أسروه ولا أعتقد إنه تظل في النهاية دي غصة في قلبي. أمال النهاردة يعني. على فكرة عندنا فقرة هتبقى مع زميلتي مي الدكتور أحمد عبود أستاذ السياسة والاقتصاد بالجامعة الليبية هيتكلم النهاردة على فكرة في ما بعد هذه المرحلة وسقوط القذافي.